أنت تبغى فلوس، تأكد 100% أنك واحد من اثنين، إما أنك شخص تعمل لصالحك أنت أو أنك تعمل لصالح شخص آخر. لا يمكن أن تكون شخص ثالث في الجانب المادي أبدا. أنت إما أنك تعمل لمصلحتك ولمستقبلك الاقتصادي ولنموك الاقتصادي أو تعمل لغيرك. أي موظف في العالم هو يعمل لمصلحة غيره، أي موظف، لأنه يعمل في اللبنة التي وضعها صاحب العمل، فهو كل ما يكسب كسبه أضعاف لصاحب العمل. بينما الشخص الذي يعمل في مشروعه الخاص حتى وإن كان ضعيف جدا هو ينمو 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 حتى يعتمد عليه ماليا وحتى يحقق الثراء. يعني كيف؟ الشخص الذي هو موظف مدير عام شركة مهما كان راتبه، أصلا الراتب يا أخي وصديقي، الراتب هو في استهلاك مكثف. يعني أنت في كل مرة، في كل يوم، في كل سنة تتقدم بك الأعمار، أنت يكثر خرجك، تكثر مصاريفك، تكثر احتياجاتك، والراتب الراتب حتى وإن ارتفع فإنك في استهلاك لهذا الراتب مهما كان. بينما مشروعك الخاص أو عملك الخاص هو في نمو، هو في نمو، نمو بشكل مضطرد مضطرد، حتى تحقق الثراء والاكتفاء الذاتي. فيا أخي لا تتوهم أن الوظيفة هي عبودية القرن العشرين. ابدأ بمشروعك الخاص، ابدأ بنجاحك الخاص، ابدأ بالتحرك لمصلحتك أنت وليس في ميدان غيرك.